تمام. انا هبدا من زاويه مختلفه، مش اداء الاهلي وكابتن سامي مصاد الفتره اللي فاتت، لا انا عايزه اروح لزاويه اهم دلوقتي، هي فكره الحكام او التحكيم، الطاقم التحكيمي اللي هو مفروض روماني، والحكم تحديدا الحكم سيمي فاينال اوروبا والكل يعلم ما هو سيمي فاينال اوروبا، والاعتراضات اللي جت بعد كده يقول لك وليه روماني وليه هولندي وليه امريكي وليه حاجات غريبه. ف ليه أنا بسأل السؤال ده؟ عايز أبدأ بالنقطة دي، لأن مهما حصل مفيش رضا، دايما يبقى فيه انتقادات. أنا بشوف إن الحكم ده من الحكام الرائعين جدا، حضرتك تتفق معايا، فليه حصل هذا اللغط على السوشيال ميديا وبعض المنابر الإعلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للتحكيم احنا يعني لينا سابقة معاهم، عندنا سوابق. يعني يمكن أقرب سابقة اللي هي السابقة بتاعت العام الماضي 15 بونت، يعني بصراحة بسبب التحكيم ضيعوا لنا دوري، مشوار طويل بالظبط ومجهود، والبطولة المفضلة بالنسبة لنا هما والفار كمان، يعني حتى الفار بردك عنده أخطاء غريبة الشكل، وده اللي احنا بنطالب بيه بالنسبة لتجديد المنظومة الإدارية اللي في المنتخب، اللي هي منها التحكيم ومنها الفار، ومطالبين إن يبقى في حكم أجنبي يدير المنظومة دي. المانع ما قطر عملت كده والسعوديه عملت كده، بس هي ايه المانع وفي نفس الوقت ليه احنا واصلين لمرحله ان احنا عايزين نروح لبره؟ فهمني حضرتك، انا ليه ما عنديش طاقم تحكيم مصري وانا بشوف ان احنا عندنا يقدر ان هو يحكم لي وابقى مرتاحه من جوايا ان مش هيبقى فيه اي انحياز او اي مشاكل او اي قرارات مش سليمه؟ صح ولا غلط؟ بالظبط، احنا ما بنقللش من حكامنا، بالعكس يعني حكامنا فعلا زي ما قلت انا هو بس ما هو اللي بيحصل ده هو اللي بيقلل من لكن حاجات كتيره جدا يعني. يعني احنا هنفضل لغايه امتى مقضيينها ان احنا نتلسع من الشوربه فننفخ في الزبادي؟ يعني الوضع ده مستمر بقالنا فتره، بقالنا كتير يا كريم. ده يعني بنتكلم في حكام وبنتكلم في فار، طب فاضل ايه؟ عايز اقول لك حاجه، يعني انا على صفحتي في مقوله كده كنت بسال فيها سنه 79، ليه الجانب الاداري في المنتخب مخفق وليه الجانب الفني قليل؟ من 79 يعني بسأل سؤال. وحد جاوبك ولا لسه؟ ولا حد جاوب ولا حاجة. من 79 لسه؟ من 79. يعني عايز اقول لك ان طب وبعدين يا كابتن؟ ان القصة كانت كرة القدم بتضيع مننا يا كابتن. حقيقي بتضيع فعلا. لازم كريم يبقى قرارات جريئة. يمكن طلع الكابتن حازم امام وقال احنا هنجيب خبير اجنبي للتحكيم، هايل يا حازم، هنجيب خبير اجنبي لقطاع البراعم والناشئين ومنتخبات الشباب هايل حازم، هنجيب خبير اجنبي للفريق الاول. هو ده عايزين نخطو الخطوه دي، هتفرق معانا بشكل كبير جدا. الخواجه برضك بينقلك نقله ولا عشان الخواجه بيبقى مضمون ان هو خالي من الاهواء وملوش اي انتماءات ولا حسابات، فبيبقى اسهل لهم ان هم ايه عشان يعفوا عن نفسهم بالظبط الكلام الكتير. لا نجيب حد اجنبي ويشيل العيب من عليه بقى، والاجنبي هيدور المنظومه باحترافيه وبنظام، ومش عارف احمر من ابيض من اخضر من اصفر، مش عارف مين اللعيب النجم اللي لازم يراعيه الى اخره. كل الحاجات دي هتمشي بانضباط وهتمشي باساليب فيها احتراف وفيها استراتيجيه وفيها بلان وفيها خطه، حتى لو قصيره المدى سنتين، بلاش طويله المدى 4 سنين، ناخد سنتين بس، لان فعلا يعني مصر يعني حرام اللي بيحصل في الكره المصريه وفي تاريخ مصر بالذات. يعني احنا اخفاقات اخفاقات اخفاقات، وبعدين نطلع نقول للناس معلش حقكم علينا وهنصلح وهنجيب ونعالج ونلزق، مش هينفع مش هينفع. احنا يعني هنبقى بعيد قوي. يعني الناس الشارع المصري الكروي قلقان جدا عن المنتخب، ما عندوش احساس ان فعلا المنتخب ياخد بطوله عربيه او ياخد بطوله افريقيه او يوصل كاس العالم، ففي احباط بشكل كبير جدا. لكن كان في مؤشر اهلي وزمالك يعني ادانا بريك من الامل، الناس كلها توقعت ان حتى المباراه ال 124 هتطلع بالمستوى الضعيف الهزيل اللي عشان اللي جرى بالنسبه لخروج الاهلي، خروج الزمالك من افريقيا ثم المنتخب بعد كده واخفاقاته. لكن اللاعبين فاجئونا بصراحه ان في حاجه فنيه موجوده في ارض الملعب، في لعيبه على اعلى مستوى، في لعيبه مهاريه، في لعيبه تكتيكيه، محتاجين بس يعني حاجه تشد من ايديهم شويه، حاجه شخصيه قويه تقدر تفرض اسلوبها، تفرض شخصيتها، تفرض استراتيجيتها.